بأنه موجود بحثنا أكيد نبيل خيرات وأسئلة من جميع نادي الصفاقسي عن مصير الرسالة أو الطلب اللي توجه به الهلال السوداني للاتحاد العربي لكرة القدم، وأنت المقرب من الاتحاد العربي وتعرف كواليس البطولة العربية. أولا، ما هو مصير الرسالة والطلب؟ طبعا المباراة لن تقام اليوم بطبيعة الحال، نادي الصفاقسي لن يتنقل. الحقيقة هو طلب تعجيزي، هو اللي زوار تقول أنت خيالي، لانه يعني الوضع الراهن في السودان اللي صعيب ياسر، حتى الهلال باش يوصل يغادر السودان في الظروف هذه. النادي الرياضي صفاقسي هو ادوبا، تقول انت من المغرب صعيب وان يكون متواجد في المغرب، واعتقد انه حتى السلطات المغربيه ما في بالهاش بالطلب هذا. اعتقد انه الهلال السوداني قاعد يستدعي في النادي الرياضي صفاقسي يشارك معاه في المغرب، الوركو المغاربه انفسهم ما يعرفوش اللي المباراه باش تكون مبرمجه في المغرب. عمل الاتحاد العربي في الرساله نتاعو اللي بعثها يقول هذا الطلب يخالف لائحه البطوله طبعا وقرر اللجنه المنظمه، واكيد تقرر احاله الامر لجنه الانضباط والاخلاق للاتحاد العربي لكرة القدم لاتخاذ القرار المناسب. شو القرار المنتظر؟ انا اعتقد انه سيتم ابعاد الهلال السوداني نهائيا، لان الاتحاد العربي لدي لا باسيونتي، ما فيه الكفايه، وتعرف الوضع في السودان صعيب ياسر، وانه مش فقط يستقبل الهلال في بلاده، هو نفسه صعيب انه يغادر السودان لان الوضع الامني صعب جدا. فالمباراه هذه مستحيله، قوه قاهره، واعتقد انه النادي الرياضي الصفاقسي باش يترشح اليه، لانه ما يقعدش يستنى الى ما لا نهايه زي الاتحاد العربي في ظل الظروف الراهنه. ممكن اذا كان يوصل يعين ملعب محايد بعيد على اجواء التوتر في السودان، لكن انه يطلب الهلال السوداني من النادي الرياضي الصفاقسي يكون حاضر في 24 ساعه في المغرب، جو كونسوا مال كيش تتم العمليه هذه. ممكن حتى كان تصير النادي الرياضي الصفاقسي يوصل والهلال ما يوصلش. نحب نقول لك تعطيني مواعيد البطوله العربيه كثر الحديث عن احتمال تاخير انطلاق البطوله العربيه الى شهر اوت القادم. عاد هو تو بعد نهايه الدور الاول والدور الثاني نزلت منقوص من مباراه واحده هي الهلال ونادي الرياضي الصفاقسي. دونك تقريبا عرفنا كل الفرق المتاهله، مع طبعا الست فرق اللي باش تستنى الادوار النهائيه، اللي منها الترجي الرياضي تونسيا وبالوزاد في الجزائر، وعندك الفرق السعودي الفرق السعوديه طبعا والسد القطري. يعني فما انديه بطبيعتها معينه من الاول ماهيش باش تخوض التصفيات. الجديد هو انه بعد التعاقدات الكبيره اللي صارت في السعوديه مع لاعبين كبار كيما كريم بنزيما كيما كريستيانو رونالدو، حديث على وصول ميسي ربما للهلال بالاضافه طبعا لاسماء اخرى، التطورات بتاع الساعات الاخيره في علاقه بميسي، انه الاقرب اليوم رجع للسعوديه اقرب من برشلونه اليوم. اقرب من برشلونه لانه اولا الانفلوب فينانسيير كبيره، وثانيا شاف شجعوا كذلك وجود اسماء كبيره في البطوله السعوديه. المهم وانه الحديث الان على تاجيل البطوله حتى تتمكن الانديه السعوديه من برونجاجي اللاعبين هذوما الكبار، وخاصه باش يعطيو قيمه مضافه للبطوله، لانه يعني بطوله الملك سلمان تلعب فيها الادوار النهائيه في السعوديه في ابها وفي الطائف مع طبعا هنا السؤال يطرح نفسه نبيل، يعني كانها اذا تحكي لي هكا يعني كانها بطوله عربيه وضعت على المقاس بالنسبه للنوادي السعوديه، ما هو نصيب الانديه التونسيه اذا ما شاركت في هذه البطوله؟ وتحدث هنا عن الترجي الرياضي، الاتحاد المنستيري ونادي الصفاقسي. هو الحقيقه عاد لو حتى انديتنا باش تستفيد، انت تصور الترجي الرياضي التونسي توا ياخذ وقت كذلك باش يعمل انتدابات كبيره وباش يركز روحه، الاتحاد المنستيري تحكي حظوظنا على مستوى المشاركه. لا اليوم. لا على مستوى المشاركه عاد مانيش باش تكون منعدمه، لكن باش تكون حظوظ يعني مش قويه الحقيقه، لانه شفت انت بالشركه السعوديه باربع اكبر انديه اللي عندها، الهلال يعني زوج انديه بتاع الرياض، الهلال والنصر. الهلال تصور غدو يبدا فيها ميسي بالاضافه للارماده من اللاعبين اللي عندها، تصور انت النصر مع كريستيانو رونالدو والاسامي اللي تلعب معاه، زيدهم كريم بنزيما في الاتحاد والشباب السعودي كذلك اللي قاعد يعني في انتدابات كبيره. دونك الاربع انديه الكبار في السعوديه، الاهلي مازال رجع العام الماضي كان في القسم الثاني، رجع مع بقيه الانديه الخليجيه مع بقيه الانديه يعني ممتازه يعني، والانديه المصريه ما تنساش الزمالك نفسه، فما فرق كبيره الحقيقه مع السد القطري، وتاكدوا انه الفرق القطريه كذلك باش تكون بانتدابات كبيره. يعني بطوله عربيه باش تكون مستوى عالي وقيمة مضافة بلي فاليو بالاسماء هذه الكبيرة باش تعطي زخم البطولة اللي هي تحمل اسم بانابورتي. تأكد التأخير. التأخير مبدئيا كان هو في منتصف جويلة للبطولة، الحديث الآن على ترحيلها إلى بداية أوت. إلى بداية شهر أوت. شهر أوت. في انتظار التأكيد من خلال بلاغ رسمي للاتحاد العربي لكرة القدم. وبالنسبة للحقوق ونقل مباريات كابتن. مبدئيا تمكنت طبعا من نقل عديد المباريات الخاصه بالنوادي التونسيه وحتى غير التونسيه في علاقه بهذه البطوله. طبعا هذه كل الخدمه بتاع الكابتن ناصر البدوي اللي هو تعرف خبير في سوق الحقوق الان، وصار معناها احد عرابي الحقوق ستامباران دو دروا تي في، وهذه قوه ناصر وعلاقاته. بالنسبه لل الجمهور التونسي باش يتفرج ومش يتفرج الجمهور التونسي مبدئيا حتى التلفزيون التونسي معني بالحقوق بتاع البطوله هذه الادوار النهائيه، وعندك القنوات المعروفه الكبيره ابو ظبي طبعا الكاس، بعض القنوات العربيه اللي
تحددش الحقوق اللي في الجزء السعودي بطبيعه الحال وطبيعه الحال مش بطبيعه الحال لانه الصراع مازال الان بين قنوات الاس اس سي والتلفزيون السعودي هيئه الاذاعه والتلفزيون السعوديه اللي هي تقول لك انا مؤهله اكثر باش نمر البطوله لكن تعرف غادي لعبه اخرى حتى الاس اس سي قوي باورفول كذلك بامكانه انه تدخل البطوله على كل